السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چینل میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کے لیے۔ آج انشاءاللہ چوتھا کلمہ پڑھیں گے، چلو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ چوتھا کلمہ توحید، توحید معنی اکیلا، لا الہ إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الحمد يحيي ويميت ويميت يحيي ويميت ويميت وهو حي لا يموت وهو حي لا يموت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت وهو حي لا يموت أبدا 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 ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام بيده الخير بيده الخير وهو على كل شيء قدير ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام بيده الخير بيده الخير بيده الخير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير